إذا كنت مشترك في قناتي عشان فيديوهات التوب 10 فهذا الفيديو ما راح يهمك. هالفيديو موجه لنصف مشتركيني المشتركين عشان كول اوف ديوتي زومبي، فالفيديو القادم او اللي بعده ان شاء الله راح يكون فيديو توب 10. وإذا كنت مشترك عشان الزومبي فيلا استنى. بهالفيديو راح اشرح لكم كيف تحلوا لغز ماب الزومبي دايمن شين بكول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور. اللغز جدا سهل، فينك تحله سولو او مع 4 لاعبين. فبهالفيديو في جميع الخطوات اللي تحتاجها، حتى خطوات تطوير سلاح الماب راح يكونوا موجودين بهالفيديو، ما راح يكونوا موجودين بفيديو منفصل. قبل ما نبدا بالفيديو بسحب انا انه هالفيديو عليه جيف اواي على كول اوف ديوتي بلاك اوبس كولد وور على البلاي ستيشن 4 او البلاي ستيشن 5. كل عليك تسويه اذا حاب تفوت بفرصه الفوز عليها، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناه واترك اي تعليق في وسيله التواصل في معك. واذا ودك تحل اللغز وما عندك ناس تدخل معهم فاتمنى تستعملوا التعليقات هاي عشان تفوتوا مع بعض. روح اكتب ايديك، او لو انت شفت واحد كاتب ايديا روح اعمل له اد وفوتوا حلوا اللغز مع بعض. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. اوكي نبدا بالخطوه الاولى اللي هي لازم تفتح الكهرباء والتطوير. راح اورجيكم كيف تروحوا على الكهرباء من البدايه مسرع مثل ما شايفين. تمشوا من على ناحيه الجقر، بتنزلوا لعند النفق، فينك تروح بعدين الباب يمين او اليسار مثل ما شايفين قدامكم حاليا. بعدين جهزوا لاعب واحد منكم يكون معاه 2000، لان باب الكهرباء راح يكون سعره 2000. ادخلوا جوا، اضغط مربع بكل بساطه وراح تفتح الكهرباء. بعدين راح يطلع لك زرين يمين ويسار، يمين ويسار الكهرباء، لازم تروح وتضغط عليهم مربع عشان تفتح بوابه الايثر المظلم. فهون مثل ما شايفين ضغط مربع هنا، بعدين تروح على الجهه الثانيه وتضغط مربع وراح تطلع لك بعدين بالنص بوابه الايثر. روح عليها وخليك ضاغط مربع لمده ثانيتين تقريبا. بعدين راح تدخل جوا الدارك ايثر، راح تلاقي الماب صار كامل بالليل او عتمه، راح تطلع لك اشاره بعيده لازم تروح عليها، الاشاره عاده بتكون عن بيرك الكويك ريفايف، مثل ما شايفين ما راح اقص اي شيء عم بورجيكم كيف رحت عليه بالضبط. هنا تحت السياره روح واضغط مربع، لازم يكون معك فلوس 500 تقريبا، راح ينزلك على مكان تاخذ منك قطعه الباكا بانش، بعدين ارجع مره ثانيه لمكان الكهرباء بنص الماب، اضغط مربع على اله التطوير الشبحيه وراح تطلع لك اله تطوير جديده فينك تطور فيها اسلحتك، وهيك بنكون خلصنا من الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه هي انكم تطلعوا الايثر سكوب او منظار الايثر، مجرد ما تفتحوا التطوير راح يطلع لكم كل راوند تقريبا مرتين او 3 مرات بوابه الايثر شايفينها قدامكم حاليا، راح يدخلك للايثر وانت جوا الايثر في 3 قطع لازم تجمعها، مكان القطع ثابت دائما ما يتغير، مكان القطعة الأولى انتم شايفين قدامكم هون جنب الكهرباء والتطوير عند التليبوتر أو السفر السريع، بعدين لازم تنتظر الماب يرجع عادي، ترجع تدور على بوابة الدارك إيثر مرة ثانية، تروح عليها تضغط مربع يحول لك إيثر عشان تروح تجيب القطعة الثانية. احيانا فينك تلاقي قطعتين بروحه واحده للايثر، احيانا لازم كل مره روحه معينه. المهم القطعه الثانيه عند البدايه انتم شايفين قدامكم حاليا، عند غرفه البدايه بتلاقيها تحت الدرج، والمكان الاخير عند الطياره جنب الجقر انتم شايفين قدامكم حاليا. بالجيم عندي قدرت الاقي قطعتين بروحه واحده للايثر، بس الجيم اللي قبله لا، كان لازم كل قطعه اروح مره للايثر. فانت لما يحولك على الايثر روح لفلف على الاماكن كلها والقطعه اللي تلاقيها خدها، ولو ما لقيتها استنى ليرجع الماب عادي، ارجع للايثر مره ثانيه وروح خدها. طيب وحاليا انت جاهز تبني الايثر سكوب تحت التطوير او الباك بانش بالضبط، تعال على هالطاوله ابنيها، راح يبني لك الراديو جاهز، اضغط عليه مربع وراح تاخده وخلاص معك دائما، مو قطعه تمسكها بايدك لا، خلاص صار شخصيتك مع الايثر سكوب. اوكي حاليا خلينا نبدا بالخطوه الثالثه اللي هي خطوه الدكتور الشبح. تعال عن بيرك السبيد كولا جنب الكهرباء والتطوير تقريبا، راح تلاقي عندك بوابه الايثر، ممكن ما تكون هون بس على 90% راح تكون موجوده هون. المهم حول الماب دارك ايثر وتعال فوق السبيد كولا، راح تلاقي فيه كتاب، اضغط عليه مربع بعدين انزل ورا السبيد كولا بالضبط، راح تلاقي فيه مثل اورب لونه ابيض، اضغط عليه مربع وراح يطلع لك شبح دكتور، اعطيه الكتاب، اضغط مربع مره ثانيه عشان تعطيه الكتاب بايده وراح يتكلم معك، ما في داعي تسمعه، فينك تتجاهله وتروح على المكان الثاني اللي هو عند مكان التحديات، روح هون اضغط مربع وراح يطلع لك الدكتور مره ثانيه، مربع مره ثانيه عشان تعطيه الكتاب وراح يتكلم، فين اذا بدك تسمع اسمع، ما بدك امشي روح على المكان الثالث والاخير. انا بجيمي ما لحقت فاستنيت لتطلع الايثر مره ثانيه، رجعت حولت ايثر ورحت للمكان الثالث، المكان الثالث هو عند مكان بناء القطع بالضبط مثل ما شايفين بنيناها هون من شوي، اضغط مربع اعطيه الكتاب خليه يتكلم، وهيك بنكون خلصنا من هالخطوه. اوكي الخطوه اللي بعدها هي انك تطلع سلاح الماب وتطوره 4 تطويرات، فينك تطلع من البوكس او فينك تطلع بشكل مجاني. كيف تطلع بشكل مجاني؟ استنى راوند 7 تقريبا ليجيك الوحش الاصفر، اذبحه، مجرد ما تذبحه راح يتحول وحشين صغار، اذبح واحد منهم وراح تنزل منه بطاقه. خذ البطاقه الصفراء وتعال عن منطقه الصاروخ او بيرك الديد شوت هون على اليمين جنب منطقه البوكس، اضغط مربع وراح تطلع لك بطاقه ثانيه، خذ البطاقه وروح على جنب غرفه البدايه بماب ناخذ دير انتوتن، راح تلاقي عندك حيط مكسور قاعد يطلع منه ضوء،
اضغط مربع على الحيط وراح تشتغل شفاطة على اليسار. هالشفاطة لازم تقتل عدد معين من الزومبي، فنصيحة قبل ما تسويها جهز لك مجموعة جدا كبيرة وخلي الشفاطة تشفطهم مرة واحدة. لو ما قتلت عدد معين راح تحتاج وقت عشان تبرد تقريبا دقيقتين، ارجع فعلها مرة تانية وخليها تقتل زومبي. مجرد ما تاخذ عدد معين راح ينفتح الباب، ادخل جوا وراح تلاقي السلاح موجود على الارض، اضغط عليه مربع وراح تاخده. اوكي، وحاليا لازم نطور سلاح الماب لاربع تطويرات. اذا لقيت فتحة الدارك ايثر موجودة عند بيرك الكويك ريفايف، هاد معناته انه فينك تبدأ بتطوير سلاح النار. اضغط عليها مربع، حول الماب مظلم، حول الماب للدارك ايثر، وبعدين تعال عند جنب بيرك الجيجر راح تلاقي فيه طيارة طايرة وتحتها في بوكس. انا بالجيم عندي اخذتها قبل ما اصور وما لي مصورها، فجبت لكم لقطة من اليوتيوبر مستر دارك جي دي. انتم شايفين تحت الطيارة اجا لقى بوكس مسكر، عطي البوكس نايف بسلاحك ضربة ضربتين وراح يفتح معك. مجرد ما يفتح روح اضغط مربع وخذ القطعة الموجودة فيه. بعدين تعال عند بيرك الديد شوت او عند الصاروخ، راح تلاقي في بوكس هنا، اضغط عليه مربع راح تلاقي انه تعمر البوكس. بعدين استنى للماب يرجع عادي يطلع من الليل، وتعال لهالمنطقة اللي هي عند بيرك لكوك ريفايف بالنص، راح تلاقي في بوكس، اضغط عليه مربع وراح يحول لك السلاح لتطوير الناري فقط بكل بساطة. بعدين تعال على منطقة السبيد كولا، راح تلاقي فيها الجهاز اللي فوق، اطلق طلقة على الانبوب اللي لونه بني اللي هو على اليسار بسلاح النار، وهيك بنكون خلصنا من هالخطوة. وقت تلاقي فتحة الدارك ايثر عند الكهرباء او التطوير، فهاد معناته فينك حاليا تطور سلاح للكهربائي. فعلها، ادخل بالدارك ايثر وبعدين ارجع ادخل بالتليبوتر اللي ورا، راح يطلعك على الماب. تعال فوق ناخذ دير انتوتن عند ماكينة البركات العشوائية، راح تلاقي عندك البلورة هي. اذا سلاحك كان فل اطلق طلقة فضيه، بعدين اشفط المواد من البلورة وارجع تحت عند مكان الكهرباء، راح تلاقي في صندوق على اليمين يمين البوابة الدارك ايثر اللي دخلنا منها من شوي، واطلق طلقة على هالصندوق بالمواد اللي شفطها. ونفس الشيء بتعيد هالخطوة 3 مرات. تاني بلورة على يسار الجاكرنات، تعال هون اشفطها، اشفط المواد اللي فيها، ارجع عند الصندوق واطلق عليه، انتبه انك تضوي الطلقة على الزومبي او شيء ثاني. بعدين مرة ثانية جمب بيرك لكويك ريفايف البلورة على اليسار هون، اشفط المواد اللي فيها، ارجع على البوكس اطلق عليه وراح يفتح لك البوكس تطلع منه قطعة، اضغط مربع وخذها وراح يتحول سلاحك لتطوير الكهربائي. بعدين ارجع لغرفة السبيد كولا على الآلة الموجودة بالنص واطلق على الانبوب هذا. لو طلقت على انبوب غلط ما راح يرتفع، روح دور على الانبوب التالي اطلق عليه، مجرد ما يرتفع معناته هذا الانبوب الصحيح. وحاليا خلينا نبدا بالتطوير الثلجي. لو كان سلاحك مطور لأي تطوير لازم ترجع للسلاح الأساسي. أنا هنا كان عندي مطور تطوير النار، رحت عند النار ضغط مربع وراح رجع لي إياه للتطوير الأصلي. بعدين اطلع فوق، فوق ناخذ دير أنتوتن، راح تلاقي عندك صندوق خشبي، اطلق عليه طلقة وراح يوقع لتحت، روح لعنده وراح تلاقي طاح منه مثل قزازة لونها صفرة، اضغط عليها مربع. وبعدين لازم تستنى يجيك الوحش الأصفر، لما يجيك تعال وقف جنب هالشجرة شايفينها قدامكم فيها مثل فطريات سودا، خلي الوحش يطلق عليك وانت واقف جنب هالشجرة، وبعدين ارجع عند الشجرة هاي وراح تلاقي الفطريات صار لونها وردي، روح اضغط مربع راح تحط الأنينة الإكزاز تحتها واستنى 30 ثانية تقريبا. بعد 30 ثانية ارجع وراح تلاقي أنينة الإكزاز اللي حطيتها صار لونها أزرق، روح اضغط عليها مربع عشان تاخدها. وبعدين روح عند السبيد كولا راح تلاقي في بوكس على اليمين تحت، اضغط عليه مربع وراح يفتح لك وتاخد تطوير الثلج. مجرد بتاخد تطوير الثلج روح عند السبيد كولا نفس المكان هون، اطلق على الانبوب اللونه أزرق وراح يطلع لفوق مثل ما شايفين، وهيك بنكون خلصنا من تطوير الثلجي. وحاليا هنبدا بتطوير الغاز اللي هو اخر تطوير بهالفيديو. تعال عند منطقه ناخدر انتوتن، راح تلاقي فيه انبوب على اليمين مثل ما شايفينه قدامكم، استعمل السلاح عشان تشفط الانبوب، اضغط L1 او L2 عشان تشفط الانبوب راح يطير لعندك، اضغط عليه مربع. وبعدين تعال عند منطقه الصاروخ او بيرك ديد شوت، تعال هنا وحط الانبوب هنا، اضغط مربع وراح ينحط الانبوب. بعدين لازم تجيب كلب واحد لعند الانبوب وتذبحها جنبه بالضبط. مجرد ما تذبح الكلب راح يطلع منه غاز وهالغاز راح ينشفط للانبوب، روح اضغط مربع وراح ياخذ الانبوب. بعدين اطلع فوق عند بيرك الجقر وراح تلاقي في ورا مثل صندوق ثاني، اضغط عليه مربع وراح ينفتح لك تطوير الغازي بكل بساطه. وهيك ارجع تحت على غرفه السبيد كولا وعيد نفس الخطوه، روح على الانبوب الاخير مثل ما شايفين قدامكم، اضغط عليه راح يطلع لفوق. وهيك بنكون خلصنا من خطوه تطوير سلاح الماب لاربع تطويرات. والخطوة الثانية اللي عنا اياها باللغز هي خطوة الدبابة. راح تلاقي في فتحة بوابة الايثر بين السبيد كولا وبين الكهرباء، روح فعلها وبعدين ارجع عند السبيد كولا، اطلع فوق وراح تلاقي في مثل اورب لونه ابيض، اضغط عليه مربع وراح يطلع لك 2 جنود راح يحكوا مع بعض. شوف الكاتسين، مجرد ما يخلصوا ويرجع الماب طبيعي راح تلاقي تحت في مفتاح لونه احمر، اضغط مربع خذ المفتاح، او عفوا لونه وردي مثل ما شايفين، خذ المفتاح. بعدين روح لغرفة البداية، الغرفة اللي بلشت فيها الجيم، راح
تلاقي هناك عندك مثل دبابة. كل عليك ببساطة روح على جنب الدبابة من اليمين، اضغط مربع 3 مرات، راح تحط المفتاح المرة الأولى، المرة الثانية، والمرة الثالثة. بعدين راح يطلع لك زومبي من الدبابة. لازم تذبح الزومبي هذا بشكل جدا سريع، ومجرد ما تذبحه لازم تجيب لك قنبلة سيمتكس أو C4، ارميها على رأس الدبابة وراح تطلق لك الدبابة طلقة على الشجرة اللي قدامك. روح على جنب الشجر اللي هو عند بيرك الجقر، راح تلاقي فيه كرة ذهبية. لا تتأخروا، نحن تأخرنا بجيمنا وقلشت علينا واختفت الكرة وعدنا الجيم، فخدوها على طول. واحد منكم يمسكها وباقي الشباب يحموا، يضل يمشي فيها يمشي فيها لعند بيرك السبيد كولا فوق هون عند البوكس الأحمر، حطها جوا البوكس وهيك بنكون خلصنا من الخطوة. والخطوة قبل الأخيرة، لازم تستنى يجيك الزومبي البوس اللونه أصفر، ولازم تذبحه تحت الآلة اللي كنا نطق عليها بسلاح الماب كل شوي. لازم تقتله تحتها بالضبط، مو جنبها. انتم شايفين هلا قتلناه تحتها، رح ينقسم 2. وإذا بدك تعرف إذا سويتها صح أو لا، رح تلاقي إنه مجرد ما ينقسموا 2 رح ينشفطوا 2 لجوا الآلة متل ما شايفين قدامكم. لو انشفطوا معناتها سويتوا الخطوة بشكل صحيح. بعد هيك اطلعوا كلكم لفوق فوق السبيد كولا عند الكمبيوتر، ولازم كل اللاعبين يضغطوا مربع. راح تتسكر عنكم الابواب، تنحبسوا جوا، وراح تشوفوا كاتسين بسيط اللي هم الاثنين اللي انسحبوا اندمجوا مع بعض ورجعوا واحد، وهيك بنكون خلصنا من الخطوه. بس انتبهوا، مجرد ما ينفتحوا الابواب عليكم راح يكون في اعداد زومبي جدا ضخمه، فجهزوا حالكم، يكون عندكم اسلحه كويسه تدافعوا فيها عن حالكم. وحاليا خطوه البوس فايت. قبل لا تسووا هالخطوه تاكدوا ان اموركم كلها تمام، عندكم بركات، عندكم اسلحه مطوره وكل شيء. تعال على النخ ديران توتن، راح تلاقي فيه بوابه الايثر، اضغط عليها مربع راح يحول الايثر للمره الاخيره. مجرد ما تتحول الايثر روح للغرفه الثانيه بنخ ديران توتن، راح تشوفها قدامكم حاليا عند البدايه، الغرفه اللي قدامكم على اليمين. وراح تلاقي عندك الاورب اللي لونه ابيض، راح يطلع ويتكلم مدة دقيقه او دقيقتين، بدك وقف جنبه او بدك اطلع دور بالزومبي. المهم مجرد ما يخلص راح ينزل ورقه، ما فينك تاخذ هالورقه، استنى لا يرجع الماب طبيعي. مجرد ما يرجع الماب طبيعي فينك تروح وتضغط مربع على الورقه، ومجرد ما تضغط مربع راح يحولك على البوس فايت. انتبهوا لا تطولوا اكثر من راوندين او 3، لانه في جليتش راح تختفي الورقه وتضطر تعيد الجيم، وهذا الشيء اللي صار معي بالبث، فخذوا الورقه على طول. مجرد ما تضغط مربع على الورقه راح يحولك لمكان الكهرباء والتطوير وتبدا البوس فايت. بكل بساطه لازم تحمي البوس، البوس اللي بالنص هذا راح يصلح الكمبيوترات، ولازم تحميه من الزومبي. راح يكون الوضع جدا حشره بس مو جدا صعب، انتم شايفين ما عندي الا جقر وستامين اب، وكان الوضع نوعا ما ماشي حاله، بس والله كان صعب، كان في كثير حشره، كثير كلاب، كثير زومبي، واكثر من مره اصحابي ماتوا وكنا خلاص راح نخسر. فالشيء المهم انكم تحموا الوحش، مجرد ما تحموه ويصلح كل الكمبيوترات راح تصير الشاشه بيضاء، ومثل شايفين حاليا يطلع لكم الراوند ويرجع الوضع طبيعي. بعدين كل عليكم تسووه انكم تروحوا لغرفه الكويك ريفايف، معكم دقيقه ونص فقط. طبعا البوابات مسكره مثل ما شايفين، راح تفتح بعد شوي ويحطوا لنا التايمر على اليسار. بس انتبهوا من الاشياء البيضه الموجوده على الارض، لو مشيت فوقها راح تموت على طول. فمثل ما شايفين حاليا انا غيرت الطريق، رحت من طريق ثاني لانه كان الطريق هذا مغطى بالاشياء البيضه هي. هون طلعت على اليمين على الدرج، حاولت اتجنبها قدر المستطاع لانه راح تقتلكم، انتبهوا. فحاليا مثل ما شايفين امشوا لغرفة الكويك ريفايف، على الاقل لاعب واحد، لو لاعب واحد وصل خلاص يعتبروا فايزين وراح ينتهي الجيم ويطلع لكم جيم اوفر. فمثل ما شايفين حاليا مجرد ما دخلت منطقة الكويك ريفايف راح نركب جوا الهليكوبتر وينتهي الجيم وينفجر الماب. للاسف ما في كاتسين نهاية، فقط جيم اوفر. ان شاء الله المابات المستقبلية يكون عندنا كاتسين حل اللغز. فيا شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعملوا فيديو بزر اللايك، شكرا بالتعليقات، اراكم عن هاللغز وبس. كان معكم شركي يا الفشكاكيش، كم ديها التالي ان شاء الله، مع السلامة.